قال مرصد الصراع والبيئة البريطاني إن مخططات السعودية والإمارات في المهرة وسقطرى تضع المحميات الطبيعية في خطر. وفي تقرير له تحت عنوان حماية المناطق المحمية في نزاع اليمن، أكد المرصد أن السعودية تسيطر على مطار الغيضة الدولي، وأن لديها 20 موقعا عسكريا في المحافظة، كما أن هناك مخططا لها يهدف لإنشاء مواقع في محمية حوف. وأوضح التقرير أن النظام البيئي في محمية حوف بدأ في الانهيار خلال السنوات الأخيرة نتيجة الصيد الجائر والتخلص من النفايات الصلبة وقطع الأشجار بشكل عشوائي. هذا وقال مرصد الصراع والبيئة البريطاني إن الإمارات تسعى للسيطرة على طرق التجارة الدولية بالمحيط الهندي من خلال سقطرى، وإنها منعت نشر بعثة مراقبة دولية لمعاينة الوضع في الجزيرة. وأوضح المرصد بأن سقطرى تتعرض للتهديد بسبب ضغوط التنمية والمتسارعة وغير المستدامة وعدم الاستقرار السياسي وزيادة الحشد العسكري والصيد الجائر. وأكد أن مخططات الإمارات والسعودية المزعزعة لاستقرار جزيرة سقطرى تضع التنوع البيولوجي الفريد للجزيرة تحت الضغط.